للسلاطين المغاربة أمنيات وأحلام رغب في تحقيقها والسعي إليها. هناك من رفض الحكم وأراد أن يعيش حياته الخاصة بكل حرية، وهناك من رغب أن يكون موسيقيا، وهناك من رغب أن يكون فقيها، وهناك من رغب بشدة أن يكون كاتبا مشهورا، وهناك من رغب أن يكون مصورا، وآخر رغب أن يكون قناسا. تعددت الأمنيات وتتعدد الأحلام، ولكن أمنية غريبة للسلطان عبد الحفيظ أن تكون له حديقة حيوانات خاصة بالدواري والأسود. في هذا التقرير التاريخي نتعرف على أمنية السلطان عبد الحفيظ وكيف كان يتباهى أمام الدبلوماسيين والصحفيين بما أنجزه داخل حديقة قصره الخاص. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والثقافي والتحليلي. كانت أمنية السلطان المولى عبد الحفيظ امتلاك حديقة حيوانات خاصة به، غير خفية على جل زواره من القناصة والدبلوماسيين الأجانب، حتى أن بعضهم خصوصا القنصل البريطاني عرض عليه هدية تتمثل في نمر هندي أرسل في طلبه خصيصا من بعض أصدقائه الدبلوماسيين في الهند سنة 1909، وقاموا فعلا بإرسال النمر إلى ميناء الدار البيضاء، ومنها نقل إلى فاس ليجد عمال القصر قد شيدوا مكانا مناسبا لقفصه. لم يكن ذلك الحيوان الضاري الوحيد الذي حصل عليه المولى عبد الحفيظ، فقد كان يتوفر على الأسود الأطلسية التي أهداها صيادون محترفون من سكان الأطلس للقصر الملكي في زيارات سابقة لسلاطين الدولة العلوية إلى تلك المناطق. لكن المولى عبد الحفيظ رغب في امتلاك حديقته الخاصة، وحرص على جلب النادر من الحيوانات إليها لإبهار ضيوفه ووزرائه، وهكذا كان النمر الهندي حدثا مهما داخل القصر الملكي بفاس في تلك السنة، حتى أن بعض الضيوف الأجانب حاولوا رسم صورة له نشرت لاحقا على صفحات جريدة التايمز، ونقل مراسلها في الأشهر الأولى لوصول المولى عبد الحفيظ إلى الحكم بعض مشاهد وصول فريق من الأسود الأفريقية إلى المغرب بطلب من السلطان الذي انتشر خبر عزمه جمع الحيوانات الضارية والمفترسة في حديقته الخاصة، ووصل إلى كل الأرجاء. ومما أكد الأمنية المؤجلة للمولى عبد الحفيظ والتي لم تتحقق في الأخير بسبب قصر المدة التي قضاها في الحكم قبل أن يعتزل سنة 1912 ويترك المجال لأخيه المولى يوسف، ما جاء في صحيفة تايمز سنة 1909، حيث نشرت مضمون لقاء مع مفوض ألماني ومراسل تايمز الذي نشر تلك المذكرات لاحقا تحت عنوان خلف الكواليس. جاء في المقال: كان أول ما تحدث فيه السلطان مع المفوض الألماني أحداث 25 شتنبر، عندما حمت القوات الألمانية الجنود الألماني الفرنسيين بالدار البيضاء. سوف يدخلون في حرب بهذا الخصوص، أنا متأكد. لقد قيل لي من مصادر مؤكدة أن الألمانيين أقوى من فرنسا، جيوشها أكبر وأفضل، ولا شك أنها ستربح. لم أعلق بأي ملاحظة على كلام السلطان. بعد أن أنهى كلامه توجه إلي بالكلام: الآن تعال معي سأريك القصر. قمنا بجولة في القصر ورأينا حدائقه التي تزيده اتساعا بحماية الحاجب وأحد المساعدين. قمنا بجولة في الغرف الخالية من أي أثاث. كانت أرضية الغرف مزينة بزليج رائع، فيما كانت الجدران بيضاء بصبغة نقية وعليها نقوش فاسية تميل إلى الزرقاء. اصطحبني السلطان من داخل الغرف لندخل إلى حدائق القصر بشكل مفاجئ. وجدتني في مكان أقرب إلى الأدغال، رأيت أمامي أقفاص سباع ونمور شبيهة بتلك التي في القصور العامة بلندن. كانت من أجمل السباع والنمور التي رأيتها في حياتي. كانت تلك المخلوقات تحظى بكثير من الرعاية. كان المولى عبد الحفيظ سعيدا بالتجول
أمام الأقفاص كأي طفل صغير. سألني السلطان عن رأيي في تلك الحيوانات الضارية، فأجبت بأنها مخلوقات أكبر من أن توضع في حديقة القصر. قال لي السلطان: انتظر، سوف أريك شيئا مهما. أعطى أوامره للحاجب بإشارة بسيطة من يديه، فجاء على الفور بكبش سمين. اعتقدت في البداية أنهم سوف يذبحون الكبش قبل تقديمه لتلك السباع والنمور، لكن شيئا من ذلك لم يقع. أخذوا الكبش الوديع وأدخلوه حيا إلى القفص. كان المنظر مروعا، اتقافزت عليه النمور والسباع لتمزقه، بينما كان الكبش يتألم. أضرت رأسي جانبا لأنني عجزت عن متابعة المنظر، ولمحت المولى عبد الحفيظ في قمة سعادته، كان يستمتع برؤية الكبش يمزق بمخالب تلك الدواري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.